نقف الآن وقفة احتجاجية مع الأخوة مركز الدفاع المدني في مدينة موريك، وقفة احتجاجية ضد النظام الغاشم الظالم الذي يقصف أخواننا في الغوطة الشرقية وفي المناطق المحررة. نحن كمركز دفاع مدني قمنا اليوم بوقفة احتجاجية تضامنا مع أهلنا في الغوطة الشرقية، ونحن كمؤسسات مدنية قمنا بهذه الوقفة لما يعانيه أهل الغوطة من الحصار لمدة دامت أكثر من 3 سنوات، وما يعانوه من جوع وحصار داخل المنطقة طبعا. ونحن كدفاع مدني نطالب من هيئة الأمم المتحدة والمجلس الدولي بفك الحصار عن الغوطة ومساعدتهم وإنقاذ أكثر من 500,000 إنسان من الأطفال والنساء.